السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الليلة. سنخصص جلستنا لجماعة التبليغ. الناس يتساءلون ما هي هذه الجماعة التي خصصت لها خطبة الجمعة، ومن المفيد التعرف عليها، وإذا تعرفنا عليها عرفنا لماذا هؤلاء الطغاة يترصدون لها. أولا، جماعة التبليغ جماعة دعوية تربوية ليس لها علاقة بالسياسة وليس لها علاقة بالعمل الحزبي ولا تنظيم، هي فقط تسعى لهداية الناس من الكفر إلى الإسلام، من خارج الإسلام إلى الإسلام، أو من عدم الالتزام إلى الالتزام فقط. ما عندها أي نشاط سياسي ولا عندها أي نشاط تنظيمي أو حزبي. الجماعة أنشئت في 1867 ميلادي، قبل أكثر من 100 سنة تقريبا، 150 سنة تقريبا. أنشأها محمد إلياس الكاندهلوي، وهؤلاء هذه العائلة وهذه المنطقة خرج منها عدة علماء، خلفه بعدها ابنه محمد يوسف الكاندهلوي المشهور، كاتب كتاب حياة الصحابة. محمد يوسف كان توفى من قريب، يعني توفى في 1965، وتبعه إنعام الحسن الأمير الحالي، أعتقد مدري عادل لا يزال حي أو توفي. فمن محمد إلياس إلى محمد يوسف كان دهلوي إلى إنعام الحسن، انتشرت في كل دول العالم، من دول عربية إلى دول، من الهند وباكستان وبنغلاديش إلى العالم العربي، إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى كل دول العالم تقريبا. لهم أتباعها بالملايين، طبعا أتباعها هم ليسوا أتباع من مفهوم أتباع، من تأثروا بها وأصبحوا يشعرون بشيء من التبعية الروحية لها، التبعية العاطفية لها، بالملايين. وهؤلاء بعضهم لهم حرص على التواصل المباشر والاستمرار في النشاط، هؤلاء كذلك بالملايين. يحضرون مؤتمرا سنويا في بنغلاديش بمئات الآلاف، إن لم يكن بالملايين كذلك. نشاطهم يعتمدون على التبرع الشخصي، ما عندهم يعني دعم خاص ولا بنوك ولا ميزانية ولا استثمارات، تبرعات شخصية بس. طريقتهم في الدعوة محددة بأسلوب واحد، يحضرون المسجد ويلتقون ويعيشون في المسجد، يأكلون وينامون في المسجد، ويحاولون التأثير على إما على رواد المسجد أو على جيران المسجد. وعندهم صبر وجلد عجيب، يعني يطقون البيبان ويكلمون الناس مباشرة، يعني فعلا عندهم صبر وجلد واستعداد لتحمل التبعات، أو يذهبون إلى الأماكن العامة، وإذا حسوا بالشخص أنه عنده شيء من التأثر دعوه للمسجد، وإذا دعوه للمسجد يؤثرون عليه، ثم يحاولون أن يقلبوه إلى مثلهم، أنه فعلا يمارس نفس ممارستهم، يدعو الآخرين للمسجد ويمارس هذه الممارسة التي يسمونها الخروج في سبيل الله، يسمونها الخروج في سبيل الله. يتحاشون النهي عن المنكر، لأنهم يقولون نحن لا ننكر أن النهي عن المنكر واجب ولا بد أن يقوم به أحد، لكننا حتى نستمر في أداء واجبنا في الدعوة، أن ندعو الناس من الكفر إلى الإسلام ومن عدم الالتزام إلى الالتزام، نخشى أننا إذا دخلنا في النهي عن المنكر ندخل في ميدان يؤدي إلى تعطيل عملنا وسنصطدم بالناس. طبعا هذه وجهة النظر، هذه مقبولة ولا، موضوع ثاني، أنا فقط أشرح هنا. فإذا هم لا يمارسون النهي عن المنكر ولا يمارسون أي نشاط سياسي، بل يتبنون ترك السياسة ويلزمون أفرادهم بترك العمل في السياسة، ويقولون من السياسة ترك السياسة. لا يعتبرون طلب العلم جزء من مشروعهم، بالعكس، يعني هم يدرسون في مدارس في جلساتهم الحد الأدنى من الموعظة، إما كتاب رياض الصالحين ولا كتاب الترغيب والترهيب، الحد الأدنى من الموعظة. فهم لا يعتبرون طلب، مع أن منهم علماء، يعني بعضهم وصلوا لدرجة الفتية في الهند وفي باكستان، ودرجة التأليف، يعني محمد يوسف كاندهلوي من المؤلفين الكبار، له عدة كتب. فهم لا يعتبرون طلب العلم جزء من مشروعهم، لكن لا يمنعون أفرادهم من التوسع في طلب العلم.
عقيدتهم في الجملة، في الجملة من أهل السنة، في الجملة هم من أهل السنة يعني، لكن العلماء منهم في الهند والباكستان محسوبون على الماتريدية. اللي ما يعرف ماتريدية يعني هي وراء الأشعرية شوي، محسوبون على أهل السنة، لكن العلماء منهم في الهند والباكستان على الماتريدية، إنما هم ترتيبهم حسب البلد الذي فيه، هم لا يلزمون أتباعهم بمذهب عقدي معين غير أهل السنة. يعني هم في الجملة من أهل السنة. يعني مثلا الناس اللي عندنا في جزيرة العرب والخليج ومصر وسوريا، ما يعني غالبا على الطريق الأقرب للسلفية، السلفية وفي نفس الوقت تبني الدعوة، يعني ما عندهم، ما فيه ذلك، ما فيه أي نوع من أنواع الخروج عن الفكر السلفي في منطقة الجزيرة العربية. ونوعا تستطيع أن تقول شيء من هذا القبيل في مصر وفي سوريا وفي المناطق المرتبطة بالبيئة السلفية، ومناطق أخرى لا. تفسيرهم مفهوم السنة حسب المنطقة، يعتقد أن السنة هم أشعرية هم أشعرية، يعتقد أن السنة هم ماتريدية هم ماتريديون. فعقيدتهم في الجملة ليست خاصة ب جماعة التبليغ. هم ضعيفون في، يعني هم نشيطون جدا في الهند وباكستان بنغلاديش، لأن الناس هناك ليس عندهم ذلك النشاط العلمي أو التعليمي أو التربوي الكافي الذي يعفيهم أو يغنيهم عن حركة من هذا القبيل. فهم ينتعشون لأنهم يجدون تطلعا أو جوعا للمعرفة، معرفة التربية والخلق الإسلامي والعبادات الإسلامية، فينتعشون هناك. وينتعشون كذلك في الدعوة في الغرب، يعني يدعون الناس من الإسلام، من الكفر إلى الإسلام. لهم حضور لا بأس به في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن أخرى، إنما في المناطق التي فيها علم شرعي منتشر وفيها نشاط إسلامي واضح، نشاطهم محدود. يعني لا تجد لهم ذلك الصيت القوي، لذلك لا نسمع عنهم كثيرا في بلادنا ومناطق شبيهة قريبة من عندنا. موجودين، يسمونهم الأحباب عندنا، ولهم نشاط في البحرين وفي الكويت وفي قطر وفي شخصيات مهمة من هذه الدول تعمل مع التبليغيين، لكنهم ليس نشاطهم هنا ليس مثل نشاطهم في البلاد التي فيها نقص في النشاط الإسلامي والعلم الشرعي. لا يشكل خطر على المؤسسات، على الأنظمة السياسية، ما لهم دخل. يعني بالعكس، حتى في أيام باكستان لما اصطدموا، لما كانوا مضطرين للتصويت إما مع بوتو أو مع الجماعة الإسلامية والتيارات الإسلامية، كانوا ينصحون أتباعهم أن لا يشاركوا إما لا يشاركوا في انتخابات أو يشارك في كل واحد منهم على كيفه. فما كانوا يتحاشون أو لا يزالون يتحاشون العمل السياسي، إنما لا يتحاشونه على طريقة الجهمية والصوفية الموالون للصوفية الموالين للأنظمة. يعني عندك أنت الجهمية موالون للأنظمة، يكادون يمولون حتى للأنظمة الأوروبية والأمريكية. يعني الجهمية عندنا في بريطانيا يكادون يبايعون الملكة بيعة شرعية. يعني فالجامية يتبنون طاعة الظلمة والطغاة عبادة، يعني يقنعون أتباعهم أن هؤلاء لا، ما يقولون فقط تحاشى السياسة. يقول لهم عبارة مشهورة أنه من السياسة ترك السياسة. الصوفية طبعا ليس كل الصوفية، هناك مجموعات من الصوفية تبناهم الاستعمار وخدمهم الاستعمار لأنهم خذلوا الناس على الجهاد. وهناك كذلك مجموعة من الصوفية في مصر وفي غيرها تبناهم الطغاة لأنهم خذلوا الناس عن مواجهة الطغاة ويخدمون الأنظمة الطغيانية أنظمة القمع والتسلط. مع ذلك، مع أنهم يتحشون السياسة، حوربوا من زمان. يعني حاربوا جماعة عبد الناصر وقال عبارة مشهورة، قال هؤلاء مكائن تفريخ للأخوان. وهو الحقيقة كلامه ليس بعيد عن الصواب، لأنهم يعني أنت لما تجي للمجتمع المصري وفيه ناس منحرفين كثير مثلا يهتدون إلى الاستقامة،
جماعة التبليغ ما تمسكهم ولا تتشبث بهم، يعني تهديهم وتتركهم، يعني قليل من جماعة التبليغ الذين يبقون في الجماعة. فالذي يهتدي وخلاص دبر حاله، هو سيحب القرآن وسيحب السنة، سيكتشف في القرآن الآيات التي تحثه على إزالة الظلم وإزالة الطغيان ومحاربة الاستبداد، وسيكتشف في الحديث الحديث التي تحثه على ذلك، والحديث تحثه على العالمية، على الشمولية، على المسؤولية، على الأمانة، على محاربة الظلم والطغيان، على التعاون مع إخوته البر والتقوى وتحفادي التعاون على الإثم والعدوان. فإذا أنت إذا تربيت على ذلك، هذا أنت ستكون مؤهل لأن تنتمي لجماعة تتبنى هذه الأفكار. فما كانت الإخوان هي الجماعة الوحيدة في ذلك الوقت أيام جماعة عبد الناصر، فكانت عبارة جماعة عبد الناصر ليست بعيدة عن الحقيقة. لنفس السبب الآن محمد بن سلمان، محمد بن زايد، وأظن حتى السيسي يحاربهم وغيرهم يحاربون التبليغ. لماذا؟ لأنهم يقولون أننا حربنا الحقيقية مع الإسلام، ليست مع إخوان والسروريين ولا الجهاديين، ولا حرب مع الإسلام، لأن الإسلام هو الذي يرفض الطغيان، يرفض الاستبداد، يرفض العبودية، يرفض الفساد. وفعلا الإنسان إذا التزم على طريقة التبليغ ثم قرأ القرآن وقرأ الحديث سيرفض هذا الطغيان والعبودية للغرب والعمالة للغرب وفتح فتح الأرض والجو والموانئ لإسرائيل وخطوات التطبيع، حتى لو لم تكن جماعة التبليغ متبنية لهذا الأمر، فالذين ينتمون لها اليوم أو غدا سيجدون في القرآن والحديث ما يحثهم على ذلك. لهذا السبب يحاربهم الطغاة حتى لو لم يتبنوا برنامجا سياسيا.